اليوم تغير المشهد في سوق الإمارات فيما يتعلق بتصرفات بعض الأسهم، لكن سهم أعمار بقي متراجعا يعني وله أسبابه في هذه التراجعات. نعود إليك سيد حسام، يعني واضح صاروا يعلقون أسباب لكل تراجع أو حتى التحركات التي يمكن أن تسير ضمنها الأسواق أو الأسهم. أرابتك يعني صار معلق أكثر بأخباره في مصر، يعني ولاحظنا أنه تأثيرات وحتى الهيكل الجديد لمجلس الإدارة، إعمار معلق أيضا بوضع التوزيعات واستحقاقاتها. هل فعلا هذا الأمر يتم عكسه مع أنه أرابتك اليوم خالف ولم نسمع أي أخبار على سبيل المثال أنه من مصر؟ هلا دائما احنا بالعكس بدنا اخبار عن الشركه لانه هي اللي بتخليني اتحرك على هاي الشركه، يعني سواء ايجابا او سلبا. يعني مثال على التحركات النفسيه، انا عندي غايه الشهر الماضي كان عندي اخبار انه اعمار حتوزع في تاريخ معين، عندنا راح يتم ترقي زياده الوزن النسبي لها، فجميع اخبار ايجابيه والسوق ما كان يخصمها، ما بده اي شيء يطلع. أرابتك صار لنا هيكل كبير، في تغيير كبير في هيكل راس المال، لكن صمت فوق ال 11 درهم اعمار. نعم لا الوقت من الاوقات، بس ما اخذ السوق معاه، يعني احنا محصله الدولات بالشهر الماضي حتى احنا على نزول. نعم. وهي الفجوه اللي ربما للاسف ممكن ندفع ثمنها اليوم، انه انا اليوم السهم نازل 10% ومنزل للسوق تقريبا 2% وحد من اي ارتفاعات، فانا ليش اتاثر سلبا؟ أرابتك بالفتره الماضيه الكل كان يحكي انه بدنا نغير نشوف الوضوح النهائي في هيكل راس المال، طب تغيرت ما صار اي تجاوب عليها. اليوم عم نحكي في مشروع مصر، مشروع يعني ان شاء الله يتم بالشكل المطلوب، راح يضيف للشركه اضافه ممتازه لسهم أرابتك. مش حكى في عن تاخير لشهر شهرين تقريبا. أنا في هذا لا انا بحكي انه بشكل 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 عام، فانه انا ليش ما اخذت الامور الشق الايجابي منها، فاني هاي الامور نفسيه. الفجوه الكبيره اللي كنا نحكي عنها اليوم انا يعني خايف يتاثر على سوق تاثر سلبي، يعني انا اعمار ودبي الاسلامي ارتفاعاتهم السابقه ما رفعت السوق، فبديش اياهم هلا ينزلون السوق. طب هذا السؤال اللي عم نطرحه اليوم، كان أرابتك على فتره هو اللي بيحرك السوق وبيقود البوصله بالارتفاعات والانخفاضات، اليوم شفنا لا أرابتك بالمنطقه الخضراء ارتفاعات باكثر من 1.17، في المقابل شفنا اعمار على تراجعات، هو اللي رجع السوق الى المنطقه الحمراء او عمق تراجعات السوق. برايك رجع الدور لاعمار في تحديد بوصله المؤشر؟ لا اعمار وزنها نسبي كبير، يعني هو اكبر اسهم تاثيرا على المؤشر. انا ما اعتقد انه اعمار اللي يعني أرابتك تاثيره على السوق كان نشوفه بشكل واضح، لانه أرابتك هو سهم يعني تقريبا سهم محلي بامتياز، واحنا زي ما حكينا هلا الفجوه اللي صارت في هيكليه السوق بين المستثمر المؤسساتي الاجنبي وبقيه الشرائح اليوم واضحه، المستثمر الاجنبي على اعمار ودبي الاسلامي، فالى حد ما له الكلمه العليا في تحديد مسار تلك الاسهم. أرابتك وبقيه السوق اكثر منها لاعبين، يعني اللاعبين عليها محليين، وعشان هيك عم نشوف اذا أرابتك تحركت بشكل ايجابي عم بتجيب اكثر الفلوس، فلوس السيوله المحليه، وعمالنا بنشوفها بتنسحب على بقيه الاسهم. انا هو مجرد تخوف انه احنا ما اذا ما كنا زلنا في الحاله النفسيه انه اتعلق على اعمار، يعني اعمار اليوم 10% ليش؟ لانه بده يخصم توزيعات امبارح، يخصمها يعني بطريقه غريبه انا ما شفتها قبل هيك. دبي الاسلامي اليوم برضه تراجعات، شو الشكل اللي اخذه؟ كيف عمليه خصم يعني لغايه جلسه امبارح حامل سهم حتى نهايه جلسه امبارح راح يستحق الارباح، درهم و25 فلس تجاوزا، درهم 25 فلس. معظم الناس اللي اشتروا امبارح يعني كانوا من صغار المتعاملين او من المحليين اللي راهن على شغله بسيطه اللي هي درهم 25، لو ثاني يوم اعمار حيفتح ليميت داون مش حيخصم درهم 25، بمعنى اليوم اعمار خصم درهم و6 فلوس عن اغلاق امبارح، فدرهم 6 فلوس، فهو كان حاسبها من امبارح انه في راح يضل له تقريبا 19 فلس، هو هاي مربحه. فالغريب في الموضوع انه الكل كان يفكر بنفس الطريقه، انا ما شفت ولا سهم بعد الافتتاح بعد احقيه الارباح يفتح ثاني يوم الكل بده يبيع، ليش ابيع؟ اساسا ليش ابيع؟ يعني انت فايت بس عشان تاخذ درهم 25 وثاني يوم تبيعهم، فيعني على الاقل بدلك يعني بدلك على على في خربطه بالسوق، يعني في خربطه في السوق، ولانه غياب العمق المؤسساتي في باقي السوق عماله بيخلي التداولات الفرديه وخصوصا من صغار المتعاملين اثرها واضح على السهم، واذا كان هذا السهم من اسهم قياديه بنلاقي اثرها ينعكس وينسحب على بقيه السوق. طيب ماذا عن عفوا ماذا عن ال 16 فلس؟ يعني باعتبار انه قال راح يخصمهم يوم الخميس، يعني على الحاله هاي راح يرجع يخصمهم برايك؟ اللي اشترى امبارح مفكر انه اليوم اي شيء فوق الليمت داون
هو راح يكون ربحان فيه. يعني هل برأيك حيستمر بعملية التراجع حتى يخصم الدرهم و25؟ أتمنى أنه لا. أوكي طلع السهم شوي، في هيك طلع السهم وبعت بعدين، يعني طلع السهم وبعت بعدين، أنت فايت بس عشان هاي. طب هو السهم يعني لمدة قبل أسبوعين فقط كان سهم تحت العشر دراهم، ما كان حد بيشتريه، ما كان في عليه تداولات. فإن عنده فهمك عقلية السوق والتخوف المبالغ فيه، ما في مشاكل. وقبل ما نحكي بأسعار بترول وتخوفات الكبيرة هاي، إعمار داب تحت الدار العشر دراهم وهو في أقل من أسبوعين كان راح يستحق أرباح بدرهم وخمسة وعشرين فلس، وهو في أقل من أسبوعين كان راح يفوت عليه ترقيته إلى مورغان ستانلي، وعارفين راح يكون عليه أوامر في ذلك الوقت، وما كان الناس تشتري، ما كانت الناس تشتري. هذا بدلك على النفسية المتعامل الموجودة بأسواقنا للأسف. يعني هذا اللي بيخلي يمكن الدور المؤسساتي معطي سوق أبو ظبي استقرار أكثر من دبي لحد ما. هو أكثر من عام. أول شيء هي طريقة تركيب المؤشر العام لسوق أبو ظبي، إحنا نعرف إنه هي موزونة أكثر في أسهم الاتصالات وأسهم البنوك، وهي الأسهم مش مضاربتية بالأساس وحركتها قليلة، فعشان هيك تذبذبات على مستوى المؤشر لسوق أبو ظبي بتكون قليلة مقارنة في سوق دبي. رقم اثنين، الانفتاح الأجنبي على سوق أبو ظبي أقل. ثلاثة، عدد الأسهم المضاربتية وتأثير تلك الأسهم المضاربتية على وزن المؤشر قليل في أبو ظبي مقارنة في دبي، عشان هيك بنشوف المحصلة كتذبذبات في أبو ظبي أقل منها كثيرا في سوق دبي. طيب خلينا نشوف على وضع أيضا بعض الأسهم الدفاعية اللي بلشت يظهر شكلها، لأنه بتكون استثناء بين جملة من التراجعات فجأة بيطلع لك لون أخضر، مثلا أراميكس لدينا، العربية للطيران، أيضا الإمارات للاتصالات، كانت ظهرت هيدي الأسهم واضح بشكل واضح مع تراجع السوق. هذه الأمور يعني هذه التصرفات سترسخ في الأذهان، يعني هي بدها تكون بتعطي انطباع ربما لاحق للسوق أنه هيدي الأسهم إلى حد ما يعني كتحوض ضد الإشكاليات. وهو سلوك ممتاز وإحنا بنرحب فيه بشكل كان لازم كبير. يكون أكثر عنا أكثر من هيدي الأسهم. هو كان موجود طول عمره، يعني طول عمرنا بنعرف أراميكس، دو، العربية، هي أسهم دفاعية في أسواق الإمارات وفي سوق دبي بشكل أساسي. بس مع التراجعات الحادة اللي شهدناها على مرحلتين، مرحلة بالصيف والمرحلة هاي، يعني ظهرت بشكل واضح، وممكن حتى فات عليها إعمار مولز كأسهم ممكن نعتبرها أسهم تحوط. اليوم عمالنا نشوف هذا شيء ممتاز، وبدي بالعكس انا اتمنى انه الكل يلاحظ هاي المعلومه ويحاول يخصمها في الاوقات القادمه. طيب حسام، معنا اقل من دقيقه، شو التوقعات للفتره القليله القادمه لسوق دبي بالتحديد؟ شو لوين رايح؟ انا بعتقد انه اسواق سوق دبي تحديدا هو اقرب ما يكون الى القاع. اذا كان هناك هبوط على المؤشر على السوق، هو راح يكون هبوط على المؤشر مصحوبا بالاسهم القياديه. راح اشوف الفجوه اللي كنا نحكي عنها تصف في صالح بقيه الاسهم على حساب اعمار ودبي الاسلامي. هو راح يستفيد من عطله يومين طبعا هلا بكره وبعد. لا بالعكس، يمكن يطلع الاسهم ترتد، يعني ليش احنا نفترض انه السوق ينزول؟ لا، ولكن بشكل عام اعتقد انه احنا اقرب ما نكون الى هذا القاع. اليوم حركه السوق وقله التداولات وطريقه الشراء، يعني الحاله العامه لجلسه اليوم تحديدا اعطت انطباع انه حاله الهلع الكبيره اللي كانت موجوده بالسوق عمالها بتخف، وهي دائما انحصار عمليات البيع هو اول مقدمات. نعم، عمليات يعني واضح حتى الكميات اليوم كانت متواضعه. اشكرك سيد حسام الحسيني، اشكرك على كل هذه المعلومات. اذا انتهت. نعم، نهايه مسار السوق لهذا اليوم. مشاهدينا نتمنى لون اخضر وحياه خضراء للجميع. غدا للقاء. الى اللقاء.